إمكانية تطبيق التوقيت المستمر بالمؤسسات التعليمية للنواب المحترمين البصير بالعيادة الحسين بوحسيني محمد فريكس مصطفى بودراع فوزية والكور بشرى الخياري وأحمد ريحاني البوهالي من حزب جبهة القوى الديمقراطية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيران، السادة والسيدات النواب المحترمون. السيد الوزير، كان بودنا في جبهة القوى الديمقراطية ألا نطرح هذا السؤال، وأن يكون اعتماد التوقيت المستمر بالمؤسسات العمومية كما هو الشأن بالنسبة لباقي بالمؤسسات التعليمية العمومية كما هو الشأن بالنسبة لتطبيقه في المؤسسات باقي المؤسسات العمومية قد تم، خاصة وأن تطبيق هذا النظام قد تم أزيد من سنة في باقي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. أين وصلتم في هذا الصدد السيد الوزير؟ تفضل السيد الوزير. سيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. جاوب على السؤال أقول أن العمل بالتوقيت المستمر هو في الحقيقة يعد خطوة جد مهمة قامت بها الإدارة المغربية، والذي ربما ما زال يثير عدة ردود فعل، وهي ردود فعل متباينة في أوساط الفاعلين الاجتماعيين والرأي العام بصفة عامة، وما زالت هذه الردود تتنامى خاصة بعد استثناء قطاع التربية الوطنية من العمل بنظامه. أقول أنه في إطار إعداد تصورات لتكييف التوقيت المعتمد بالمؤسسة التعليمية مع التوقيت المستمر، لأن مسألة هي في حقها مسألة تكييف مع التوقيت المستمر، وبناء على مقتضيات كذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة الدعامة الثامنة منه والمتعلقة باستعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة في 7 أكتوبر 2005 ذات الصلة بتدبير الزمن المدرسي وفق العمل بالتوقيت المستمر، وسعيا لضمان حياة مدرسية متوازنة تتلائم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخصوصية الجغرافية والمناخية لأقاليم المملكة، مع مراعاة حاجيات ومتطلبات المتعلمين. وهكذا قامت كل أكاديميات بسلسلة من الإجراءات لدراسة إمكانية تعديل التوقيت المدرسي عن طريق تشكيل لجان إقليمية مكونة من مختلف الفعاليات، فيهم مديرون، مفتشون، مدرسون، ممثلون عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ، أطباء من وزارة الصحة إلى غير ذلك. كما تم تنظيم عملية استشارية موسعة مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للمؤسسة والجماعة التي تنتمي إليها والوضعية السوسيو اقتصادية لمحيطها وكذا نوع الصيغة المعتمدة في التوزيع الزمني للدراسة. وهكذا أصدرت الوزارة الوثيقة المتعلقة ببرمجة الزمن المدرسي في التعليم الابتدائي وفق العمل بنظام التوقيت المستمر، والتي توصلت بها السلطات التربوية جهويا وإقليميا قصد إبداء ملاحظاتها حولها وإدخال التعديلات اللازمة عليها. والهدف من هذه الوثيقة هو وضع الإطار العام لبرمجة الزمن الدراسي بكافة مستويات التعليم الابتدائي وفق خصوصيات العمل بنظام التوقيت المستمر، اعتمادا على متغيرات متعددة أذكر منها اعتبار الأسبوع التربوي سيرورة تربوية وبيداغوجية متسلسلة ذات إيقاعات زمنية ثابتة، مراعاة وتيرة وحاجات وخصوصيات المتعلمين، مراعاة القدرات والطاقة الاستيعابية للتلاميذ والمدد الزمنية المخصصة للأنشطة التعليمية، عدم برمجة الزمن المدرسي وفق رغبة المدرسين بل وفق متطلبات المتعلمين، توظيف الفضاءات المدرسية بكيفية تسمح باستغلال كل الزمن المدرسي لتحقيق الأهداف المسطرة في المشروع التربوي للمدرسة، واعتماد المرونة والتميز عند برمجة الزمن المدرسي، وذلك حسب خصوصية كل فئة عمرية من المتعلمين. وشكرا. شكرا. تفضلي يا سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. يؤسفنا السيد الوزير أن نسمع هذا الجواب، خاصة ونحن على مشارف نهاية هذه الحكومة. منذ أن تم خلق التوقيت المستمر في الإدارة العمومية والوزارة، تحدث السيد الوزير عن لجنة للتفكير والبحث عن صياغ للتوفيق بين التوقيت في المؤسسات العمومية ومؤسسات التعليم العمومي، عن إيجاد خطة في الموضوع. إذا هنا كنسألوا، ولو أن لن نتلقى جوابا شافيا، أين وصلت اللجنة وأين وصلت الخطة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كنقولوا بأن هناك كنذكروا بأن هناك عدم خلق انسجام بين توقيتين المؤسسات العمومية والمؤسسات التعليمية،
عدم خلق انسجام حتى بين توقيت المؤسسات التعليميه الخصوصيه والمؤسسات التعليميه العموميه ادى الى مشكل لن اقول سيؤدي وانما ادى الى مجموعه من المشاكل. هنا يمكننا نتحدثوا على المشاكل ديال التغذيه ديال التنقل ثم المشاكل النفسيه اكثر من ذلك المشاكل النفسيه بالنسبه لتلاميذ الابتدائي. نرجعوا للمراهقين اللي هما في الاعدادي والتاهيلي كنتحدثوا على مشاكل الرعايه والمراقبه بالنسبه للاباء. وهنا يكفينا ما نمشيو لا للاطلس الكبير ولا للمتوسط ولا للريف، جوله في شوارع الرباط والحمد لله كل مؤسستنا الثانويه تطل على شوارع كبرى ونشوفوا شنو كيحدث بين الثانيه عشر والثانيه بعد زوال السيد الوزير. معنى ذلك ان عدم انا ما كنهضرش هنا على التوقيت المستمر وانما كنهضر على التوقيت المستمر في المؤسسات التعليميه، ان عدم خلق هذا الانسجام غادي يخلق لنا واحد الثقافه اللي هي غريبه على المجتمع ديالنا، وخاصه وان هناك غياب الابوين في فتره دقيقه من اليوم، شيء الذي سيجعل السيد الوزير الاسره مؤسسه للانجاب فقط كما في المجتمعات الغربيه، اي لن تصبح مؤسسه للرعايه رعايه وتربيه الاطفال. شكرا سيد الوزير. شكرا.